شغل نزار شو عالقونا فيديو جديد موضوع جديد لموضوعنا دي يكون اول فيديو بالقناة اللي بتقول بتكون تسألوا اسئلة. اول شي نبلش اول اسئلة. ايش اسمك؟ اسمي جميل. عمري 13 سنة. انه اذا فوت 13 سنة عيد ميلادي 16/6 وش هتسوي؟ بدي العبكم ماينكرافت. اذا بدكم مزرعه ايداي ام اس بي، اذا بدكم كلاش رويال، بس كلاش رويال عندي كود مسحه ولا درواج بليه وكثير العاب. ايه وشنو بدي اسوي بالماينكرافت؟ شنو بيصير هلا؟ بتقول ايش هذا؟ بدي اسوي سلسله انه شنو بيصير، انه هي مو دائما، انا بسوي شغله انتم تكتبوا لي شيء 5 6 شغلات وانا بشوف انه شنو بيصير. انا مثلا اطلع لفوق اسوي سكة قطار، اطب لتحت فوق السلايم وشنو دي يصير بالسكة القطار، يعني شنو بيصير سلسلة هيك. اذا حبيتوا اكتبوا لي بفورم تعليقات انه واو ايد بكي العب بلعب، تكتبوا لي. والفيديو ما دي طول كتير. و هلا بتقولوا اين يوتيوبر مفضل؟ مفضل يوتيوبر بس ستوب. في كتير بس ستوب، مصطفى جيموبار واحمد ار، انه كل خليج كرافت مفضل واوسمس، هدول مفضل عندي. وليش بتحب هالستو؟ بعرف انه بس كلهم اليوتيوبر اللي بخليج كرافت مونتاج تبعهم حلو، تصميماتهم حلو، كل شي تبعهم حلو، شلون بيحكوا حلو، بس ستوب شوية وايد يضحك وبيطار يضحك ومؤمن وعلي المرجان، هدول اضحك واحد عندي بسيرفر خليج كرافت. لما يسوي فيديو معهم مع واحد 100% بضحك، دايما بضحك، ما بعرف ليش، و انه دايما بضحك وكتير شغلات ما بعرف ليش اضحك يا صغير، انه هدول مفضل. وفي كتير شغلات بحب. وهلا وصلنا لنهاية الفيديو، زي كل هالسئلة اكتبوا لي فورم بالوصف واسمع الصوت. ويلا سلام، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، بدي 10 لايكات. وهلا بتقولوا بس هيك المقاطع هذه طولوا دقيقتين، هيك يطولوا شي 10 دقايق 20 دقيقة، شو ما بتكون 30 دقيقة وكتير. يلا سلام.